في هذه المقابلة نلتقي مع الأخت مريم غيزلات التي تم استغلال صورتها معرضة للتعذيب من طرف الشرطة المغربية، وقيل من خلال التلفزيون العيون التلفزيون الرحابة مواقع التواصل الاجتماعي على أن مريم غيزلات هذا اللي طاري لها في مخيمات العزة والكرامة، وهذا غير صحيح، ونبغى نسمع تعليق الأخت مريم. السلام عليكم. متكلمة مريم غيزلات. أنا تميت البارح لين دولة ما يسمى بإذاعة العيون فيديو لي وصور لي عني دخلق لي في مخيمات اللاجئين الصحراويين. أنا مكذب ذا ما أخلق لي في المخيمات، أخلق لي هون في العيون يوم 9 في شهر 3 2010 بشارع ددش من طرف السلطات المغربية بزي مدني. تم تعنيفي وتم بطي الصحة كلها كامل، واليوم نطالب القضاء دور نقدم شكاية ما يسمى إذاعة العيون وما يسمى المحجوب هندة استغلالهم لصور لي وفيديواتي وتزوير وتكذيب ذا كامل اللي قالوا. أنا مسجلة ضرب ذا الفيديو نكذب فيه ذا كامل اللي قالوا إنه ما وحق. أنا دخلق لي هون سياف العيون، ما أخلق لي في المخيمات. وهذا والسلام.